السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة الفيديو كده في الهواء الطلق. النهاردة الأهلي والاتحاد المنستيري في العودة، المباراة الذهاب خلصت بتقدم من الأهلي 1-0 عن طريق محمد عبد المنعم من ضربة ثابتة. شفنا النادي الأهلي انتشاره جيد في الملعب، واقف اللعيبة واقفة في الملعب مظبوط، الاستلام، التسلم، التحرك. شفنا برونو سافيو بداية قوية في بدايته الشوط الأول. النادي الأهلي الشوط الأول كان ممتاز، الشوط الثاني كان الاستحواذ والضغط، وبدأنا نشوف الاتحاد المنستيري بيهاجم النادي الأهلي. المهم نروح الانترو ونرجع لكم تاني، هنتكلم فيها عن صعوبة المباراة النهاردة، صعوبة مباراة النادي الأهلي والاتحاد المنستيري في ماتش العودة. بعد ما رجعنا لكم الانترو، طبعا النهارده الماتش مش سهل. لو فكرنا ان الماتش سهل، الماتش مش سهل خالص. الماتش لو بصينا فيه مجمله ان الاهلي ما وصلش المباراه اللي فاتت، ما وصلش الا ممكن كوره واحده بس البرونو سافيو اللي اضاعها، كانت سهله جدا ان يكون جاي هدف. النادي الاهلي ما فيش نص ملعب، غياب تام للسوليه والاستحواذ ونص ملعب كابالي ميكر، ما شفناش الاجنحه، شغل الاجنحه، ما شفناش اوفرات، ما شفناش اي شيء كشكل هجومي او سيطرة أو شوط أو أي شيء يحسب للنادي الأهلي، غير إن اللعيبة كانت شارب فقط لا غير في الملعب. وشفنا طبعا تغييرات برونو سافيو ونزول قفشة، بس المشكلة دلوقتي أنت بتلعب في القاهرة وسط جماهيرك في استاد السلام. النادي الأهلي الفرقة ديت الاتحاد المنستيري عنده استعداد يهاجم، عنده المقدرة في الكرات الثابتة، بيلعب كرات ثابتة ممتاز جدا، مش هيبقى باكي على حاجة، هيلعب مفتوح. وعلى فكرة دفاعات النادي الأهلي، شفنا محمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول عاملين مباراة رائعة جدا دفاعيا، لكن الفرقة ديت عندها قوة هجومية ممكن تسبب مشاكل جدا في النادي الأهلي، قلنا زي ما قلنا، وخصوصا في الكرات الثابتة والمرتدات اللي أنا شايفها هتبقى هي الحل الوحيد للاتحاد المنستيري النهاردة، إنه يفاجئ النادي الأهلي بمرتداته، لأن لو لعب مفتوح أكيد النادي الأهلي عنده المقدرة إنه يخلص المباراة من بدري. لكن النهاردة الاتحاد المنستيري المفروض دفاع بحت، دفاع منطقه، ويلعب على المرتدات. وفي علامه استفهام على اداء احمد عبد القادر. يا جماعه، احمد عبد القادر احد اهم الاسباب اللي احنا شايفين فيها غياب النادي الاهلي هجوميا. احمد عبد القادر لما بيبقى فايق انت بتشوف النادي الاهلي هجوميا، ودايما احمد عبد القادر بيشكل جبهه قويه جدا مع علي معلول. فالنهارده هل هنشوف احمد عبد القادر وعلي معلول، هنشوف جبهه، هنشوف في اليمين اكرم توفيق مع طاهر محمد طاهر اللي انا شايفه من اللعيبه القويه جدا، طاهر محمد طاهر، وعوض اكرم توفيق مع برونو سافيو وشادي حسين. النادي الاهلي لازم يخلص المباراه بدري عشان هدف مش نتيجه كبيره. اي نعم النادي الاهلي فاز في لقاء الذهاب بضربه ثابته، مش جمله ولا اي شيء، هي كره عرضيه، وطبعا في الدقيقه بلس 92. فانا شايف المباراه بمجملها النهارده صعب، وانا لو الاتحاد المنستيري عايز يلعب يكسب لازم يهاجم ويلعب مرتدات سريعه خلف دفاعات النادي الاهلي، وحذاري من الكرات الثابته على النادي الاهلي لانهم بيلعبوها كويس جدا وبيجدوها جدا. فالماتش مش سهل، هيسهلوا امتى؟ اذا النادي الاهلي قدر انه يخلص المباراه من بدري وخرج وصعب المأموريه على الاتحاد المنستيري. لكن كل ما الدقايق بتعدي والشوط الاول بيعدي 0-0 او النادي الاهلي بقى احرص، كل ما الاتحاد المنستيري بيطمع في المباراه. فالنهارده احنا عايزين نشوف، وفي علامه استفهام على السليه غايب تماما في الشكل الهجومي. شفنا ديانج دفاعيا بيغطي ازاي، قد ايه تحركات ديانج في مباراه الذهاب، قد ايه بيغطي ورا عبد القادر، ورا معلول، ورا اكرم توفيق. فانا شايف ان الاهلي النهارده المباراه مش سهله، وفي علامه استفهام قلنا في مركز نص ملعب البلي ميكر صانع اللعب اللي في النادي الاهلي، ما فيش اطلاقا بلي ميكر في النادي. لو بصينا هنعرف ان في ثلاثه بنص ملعب النادي الاهلي شبه بعضهم، حمد فتحي، السوليه، ديانج، هجومي الاثنين ما عندهمش المقدره اللي هم يمسكوا يعملوا دريبلينج ويعملوا يصنعوا هجمه ويطلعوا الاجنحه، يلعبوا مع طاهر محمد طاهر او يلعبوا مع علي معلول او احمد عبد القادر او مع شادي حسين. فهنشوف النهارده برونو سافيو على عامل كبير جدا بيلعب مركز 10، هيلعب النهارده، هنشوف هيعمل ايه مع شادي حسين. وشادي حسين المفروض ما يطلعش بره ال 18 كتير، شادي حسين دايما بنشوفه بيطلع الاجناب وده بيضعف خطورته، خطورته كمهاجم وراس حربه لازم تكون في ال 18 دايما مستمر. هل عقده السوليه، هنشوف السوليه بيبدا النهارده بمستوى تاني، مستوى متغير، لعيبه الاهلي كلها ريحت وخدت فتره راحة طويلة وبادئين الموسم بشكل كويس جدا. فالمباراة النهاردة صعبة جدا، ودي البداية الحقيقية قبل بداية الدوري للنادي الأهلي. الماتش مش سهل مجمله. هل ممكن نبدأ بقفشة؟ وأنا شايف لو الماتش عايز يخلص
ابدا بافشل بدري عشان تخلص المباراه. افشل اللي عنده حلول، عنده المقدره في صناعه الهجمات، يعمل كونتاكت مع احمد عبد القادر ومع طاهر محمد طاهر، هيقدر يعمل كونتاكت مع شادي حسين وبرونو سابيو، هيعمل شكل هجومي وخطوره قويه جدا على الاتحاد المنصوري، وانا ويساهم في ان النادي الاهلي يخلص المباراه بدري قبل ما تتصعب عليه. المهم طبعا ده فيديو بسيط هنتكلم فيه توقعاتنا. المباراه مش سهله على الفريقين، النادي الاهلي المفروض النادي الاهلي يخلص المباراه بدري. المهم اذا عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت، وفي فيديو تاني بعد المباراه ان شاء الله.